مع احتفالها بمرور 5 سنوات على احترافها الفن بعد تخرجها من ستار اكاديمي، شذا حسون بضيافة مشاهير. وانا كنت التقيت شذا اثناء زيارتها الاخيرة لدبي لاحياء الحفل العراقي لتكشف لنا من خلال هالحوار عن اخر واحدث اخبارها. منشوف سوا هالحوار. انت موجوده هلا بدبي عم تحضري لحفله جماهيريه ضخمه نهار الخميس ب 29 مارس، هيدا اول حفله لإلك من بعد اطلاق الالبوم الجديد وجه ثاني بهالكبر اذا فينا نقول. لا صار في حفلات، يعني عملت في دبي كمان كان انا وائل كفوري وايمن زبيب، عملت في بيروت انا والفنان رابح صقر. هو هذا الحفل اللي فيه انا والاستاذ كاظم والاستاذ حاتم العراقي هو كبير لانه في الفنانين اللي موجودين كلنا عراقيين، غير انه استاذ كاظم يعني من الفنانين الكبار كثير وكل واحد تعرفي عنده جمهور، واستاذ حاتم عراقي معروف بالمواويل الاغاني الشعبيه فمحبوب كثير، فكل واحد فينا انه وانعملت له حمله اعلانيه كثير كبيره. هو عن حق حفل كثير ضخم وان شاء الله يا رب يكون ناجح. قد مهم بالنسبة لك تكوني موجودة على المسرح مع هول الفنانين يلي أكبر منك بكتير، يلي يمكن بمرحلة من المراحل كانوا رول مودلز بالنسبة لك، وأنت اليوم موجودة على المسرح معهم بهالحفلة الضخمة؟ أكيد مبسوطة كتير، والأستاذ كاظم بالأخص يعني من الفنانين اللي أنا صحيح أنه كان من الأيدلز تبعي، وقبل ما أغني يعني كنت من المعجبين بأغانيه، من المعجبين بشخصيته، فكتير انبسطت انه حنكون سوا في هذا الحفل. ومثل ما قلت يعني انا يعني بمثل الشباب نيو جينيريشن، يعني فكمان الجينيريشن ما بتوقف، الناس بيكبروا فكل جينيريشن عندها الجمهور تبعها، فانا ممكن في هذا الحفل بمثل الشباب، مثل الناس هيك الروح الجديدة في هيدا الحفل. حبك حتى لو نار طف فيها بحناني أبد ما ريت تحزار بحبك ما لساني، حبك حتى لو نار طف فيها بحناني أبد ما ريت تحزار حبك ما لساني. لبس فستان فيكتوريا بيكهام مشان هيك سالتك كثير حلو. خبرينا عن مدينه دبي، شو بتعني لك لما بتجي للموضه؟ قد ايه بتحبي تعملي شوبينج هون؟ كيف شو هو اللوك يلي بتفضليه على حالك؟ هل هيدا بيختلف بالنهار وبالليل بحفلاتك بالفيديوز؟ شو اللوك يلي بتحبي دائما؟ شوفي انا ان جنرال كل ما يخص شوبينج، انا دبي بيعتبر البلد العربي الوحيد اللي بقدر احب فيه اعمل شوبينج، اي بلد تاني صعب كتير. بلاقي حالي اكثر في الشوبينج في دبي لانه في اختيار واسع، كل البراندز موجودين هون، بقدر اطلع بقدر اروح اجي، المحلات كلهم موجودين، فهذا الشيء انا برتاح فيه. بالنسبه لستايلي انا ما بقدر اقول لك عندي ستايل معين، هو على حسب مزاجي يعني مودي يعني، بس انه بحاول اختار لكل مثلا عندي برنامج معين بحاول اختار له الشيء اللي بيناسب البرنامج ويناسب الجمهور اللي حيحضر هذا الايفنت. هلا دائما مع اللمسه تبعي او دائما مع انا شلون احب اللوك يطلع. مثل ما قلت يعني مرات احب
كنت تريننج سوت طول النهار، ما يعني ما يكون مودي ما البس نايس تريننج سوت واطلع اسوي شوبينج او او. طب شازا خبرينا شو مشاريعك الجاية من بعد الحفلة؟ عرفنا انه في عندك جولة، انا ما رح ضلك بدبي. حيكون عندي جولة خليجية في اكثر من بلد، وحروح على بيروت، وعندي الاردن افتتاح 24 شهر افتتاح روتانا كافيه، 20 حكون ان شاء الله بدبي احيي احد الاعراس، ورايحة قطر. فعندي جولة حفلات. لكن تروحي وترجع بالسلامه شي كذا مره. نشكرك شازا على وجودك معنا، وهيك بس للفانز يلي بحبوك هلا وناطرين سيزون كامل بس ليشوفوك. بقول لهم انا سعيده اكون انه اليوم تحضروني، لان اطلالاتي صارت شوي قليله، ف حبيت انه اطلع معكم سواء لانه موجوده ديالا ولانه قناه دبي من القنوات اللي بتهمني جدا. بحبكم كثير، ودائما ان شاء الله تابعوا اخباري على برنامج مشاهير.